Hello everyone, good evening, assalamu alaikum. Okay, in our lecture today, we're going to talk about the categories or the families of the verbs, which will be verb to have, verb to do, verb to be, or ordinary verbs. Okay, so you will have verbs in your sentences in the exam, and these verbs will be from one of these major families, which are verb to have, verb to do, verb to be, or ordinary verbs. So let's now deal with the first family of verbs, which is verb to have. طلابنا بعد ما احنا انهينا jobs and functions of the verb, يعني حكينا انه any verb will have one of these two jobs. Either it will be a main verb or a helping verb, correct? So we've done with this. We've done talking about the jobs of the verbs. Now we're talking about the family of the verb, whether this verb is a main verb or a helping verb, it will be from which family. فأنا هلأ بمحاضرتنا إحنا أنهينا طبعاً في المحاضرة السابقة اللي هي وظائف الفعل سواء كان helping أو main verb. طبعاً هلأ بدنا نخوض عائلات وعشائر الفعل. يعني هذا الفعل بغض النظر كان main verb ولا helping verb بغض النظر عن وظيفته. من أي عشيرة ممكن يجيني هذا الفعل؟ طبعاً إحنا عندنا أربع عشائر أساسية رئيسية اللي هلأ حكيت عنهم اللي هي إما بكون الفعل من عشيرة verb to have أو من عشيرة verb to do أو من عشيرة verb to be أو بكون من عشيرة رابعة اسمها ordinary verbs. واضح؟ فأنا هلأ بدي أبدأ بعشيرة الverb to have. What about the members? The members or the shapes of this family? If the verb is from this family, it will be one of these shapes. It will be has or have or had or having. إذن الفعل إذا كان من هاي العشيرة اللي هي من عشيرة الverb to have, في عنا إحنا أربع أعضاء رئيسية من هاي العشيرة أو أربع أشكال مختلفة للفعل من هاي العشيرة. فالفعل إذا إجا من هاي العشيرة حيكون شكله يا إما has يا إما have يا إما had يا إما having. طبعا معروف إحنا طلابنا إنه ال has وال have في the present tenses, يعني في الأزمنة المضارعة بنختار ال has وال have, ولكن بال past tenses بالأزمنة الماضية بنختار الهاد, حتى بالتصريف الأخير بس أنا ألجأ للباسبورتس بل برضو بضطر أني أخذ البنت هاد من هاي العشيرة. كمان في حالة اللي هو present participle, في حالة أنه ING بدي أضطر أني أختار أي بنت اللي هي الهافينج. So for now I'm not discussing the tenses of the verbs or the derivations of the verbs. I'm just discussing the shapes and the different forms of the verb from each category. يعني أنا هلأ ما بدي أناقش لا أزمنة ولا أناقش إنه بالمضارع البسيط كيف بكون شكل الفعل, بالماضي البسيط كيف بكون شكل الفعل, بالمضارع المستمر وهكذا, أو كيف أشتق الفعل أو كيف أحول الماضي. لا إحنا هلأ عم فقط نتعرف على الأشكال المختلفة لا الفعل إذا كان من هاي العشيرة. فيا بكون بشكل has or have, يا بكون بشكل had, يا بكون بشكل having. ما في عنا أشكال أخرى من هاي العشيرة لا الفعل. Okay, so let's exemplify these members of this family in these sentences. خلينا هلأ نمثل على هاي الأشكال المختلفة من هاي العشيرة في الأمثلة اللي أمامنا الآن. Let's read the examples. Muna has beautiful eyes. طلعوا, well, the verb of this sentence is what? Has. الفعل في هاي الجملة هو عبارة عن has, تمتلك, اللي هو الإنجاز. This is the verb. But this verb has only one function. طبعا هذا الفعل كوظيفة إله فقط وظيفة واحدة اللي هو main verb, لأن الفعل الverb نفسه ما كان إلا عبارة عن one unit, وبالتالي priority دائما الأولوية حتكون للmain verb. So there is no helping verb in this sentence. طبعا هذا الحكي ناقشناه سابقا. طب نيجي على اللي هو هذا الverb. From which family is it? من أي عائلة هذا الفعل؟ من أي عائلة أخذته؟ شو عشيرته؟ طبعا من عشيرة الverb to have. But in what shape? ولكن شو كان شكله من هاي العشيرة؟ وإحنا بنعرف هاي العشيرة لها أربع أشكال, أربع أعضاء, صح؟ أربع بنات. فأي شكل أخذته أنا أو أي عضو أو أي بنت أخذته من هاي العشيرة أخذت شكل الهاز. طبعا في justification, في مبررات إني أنا أخذت الهاز, ما أخذت الهاف ولا أخذت الهاد ولا أخذت الهافينج, لأن جملتي
context كسياق وكاستخدام as is بتتحدث عن إشي فيه ملكية وبتتحدث عن إشي فيه state ثابت permanent، وهذا تخصص الزمن المضارع البسيط. والمضارع البسيط بس أنا أجي أوظف هذا الزمن وبس أنا أجي أختار الفعل من هاي العشيرة، فالمضارع البسيط بختار البنت has أو بختار البنت have من هاي العشيرة، ولكن كونه الفاعل عندي مفرد singular فاختار البنت has وتغاضى عن البنت have. واضح؟ فإذا الزمن التنس نفسه هو اللي بحدد أي بنت أختار من هاي العشيرة أو أي شكل أختار من هاي العشيرة. وطبعا اختيار الزمن مش عشوائي، بيكون اختيار الزمن حسب الاستخدام الموجود عندي في الجملة، لأنه كل زمن له استخدامات مخصصة له. عفوا. طبعا هذا الحكي اللي هو عبارة عن مهارات قواعدية رئيسية عندنا في الإنجليزي واحد، هذا فيما بعد حنخوض الأزمنة وتخصصاتها واستخداماتها وأشكال الأفعال حتستخدمهم من كل عيلة. فأنا هلا ما بدي أناقش الأزمنة، فقط أنا بدي أناقش وأستعرض أعضاء كل عشيرة بغض النظر إنها كانت helping verb ولا main verb. إذن إن هون الفعل عندي كان من عشيرة الـ verb to have بشكل has، وطبعاً هون كان وظيفته اللي هو main verb. The other one: my friend had a plastic surgery for his nose last year. طبعاً برضو الفعل had يعني أجرت، يعني she did a plastic surgery. هذا الإنجاز. This is the verb of the sentence. But since we have only one word as a verb, so it will be a main verb, not a helping verb. كونه هذا الفعل عبارة عن كلمة واحدة وما إجا فعل تاني وراء، إذن الـ verb نفسه كان عبارة عن main verb. وبرضو ما في عندي وجود هون لل helping verb، لأنه إحنا أصلاً previously we said that the helping verb is not a must to be found in the sentence. مش إجباري إني ألاقي helping verb في الجملة. طبعاً نيجي على هذا الـ verb. From which family or category is it؟ من أي عشيرة إجاني؟ طبعاً من عشيرة الـ verb to have بشكل الـ had. إذا أنا هون اخترت البنت had في الجملة. ليه اخترتها؟ لأنه الزمن أجبرني إني أختار هاي البنت. طب شو هو هذا الزمن؟ طبعاً هذا الزمن اللي هو simple past، الماضي البسيط. طب ليه اخترت هذا الزمن؟ لأنه تخصص هذا الزمن بيحكي عن الأشياء اللي حدثت واكتمل حدوثها في الماضي، وهذا الحكي ينطبق على الاستخدام والسياق الموجود في الجملة. ولكن زي ما أنا هلأ وضحت قبل شوي، ما بدي أختار ليش أو ما بدي أشرح ليه اخترنا هذا الزمن في كل جملة أو شو التخصص اللي كان موجود لكل زمن في هذه الجملة، لأنه هذا الحكي هناخده in details later on، يعني بعدين فيما بعد. بس نيجي نخوض مهارات 101 القواعدية منخوض هذا الحكي. ولكن أنا لحد هلأ عم بستعرض بنتين أو اللي هو شكلين من أشكال هاي العشيرة. أخذنا شكل الهاز وأخذنا شكل الهاد. طبعاً هدول كلهم بتبعوا لنفس الفاميلي، وصدف عنا إنه هدول التنتين كان وظائفهم main verbs، لكن هذا لا يعني إنه هاي العشيرة فقط تلعب دور المين verb. ممكن هاي العشيرة نفس الشيء الهاز والهاد، ممكن مش بس إنه يجوني main verbs، ممكن يجوني في جمل أخرى helping verbs. يعني إذا إجا ورام إشي تاني أو فعل تاني أكيد حيكون وظائفهم helping verb مش main verb. Okay, let's deal with the following example. We have exams twice a semester. برضو نفس الشيء عندنا اللي هو the verb of the sentence is have. The function of the verb وظيفته هون برضو كان عبارة عن main verb وليس helping verb، لأنه it's not followed by another verb، ما إجا وراء فعل تاني. ولكن إجاني هذا الفعل، إجاني هذا الفيرب بوظيفة المين فيرب، برضو إجاني من عشيرة الفيرب to have. طبعا هذا زمن مضارع بسيط لأنه فيه repetition، فيه تكرار، والتكرار تخصص المضارع البسيط، والمضارع البسيط بيختار فقط البنت يا has يا have وبستثني الهاد والهافينج. طبعا الوي هذا plural subject، فهو ركز على البنت have وتفادى البنت has. إذن هنا الهاز والهاد والهاف كلهم أشكال مختلفة لنفس العشيرة، كلهم بنات نفس العشيرة، أعضاء نفس العشيرة، ولكن اللي خلاني أختار هاز بشهاد أو خلاني أختار الهاب بشهاد هي الأزمنة المختلفة حسب التخصص الموجود في الجمل. طبعا لحد هون إحنا عم نستعرض بنات هاي العشيرة بالمين فيرب إذا كانت وظائفها مين فيرب. Now let's deal with the following example. خالد had a promotion 3 times before he got retired. طبعا الفعل عندي the verb of the sentence is had. طبعا this verb has 2 words. هذا الفعل تكون من كلمتين.
لأما في عندي كلمتين أكيد the last unit آخر جزء فيه هذا المين فيرب وما قبله هذا عبارة عن الهيلبينج فيرب. هذا سميته هيلبينج فيرب لأنه إجا وراه فعل تاني، بينما هذا سميته مين فيرب لأنه كان آخر جزء وما إجا وراه فعل تاني. هلأ الحلو في هذا الموضوع لاحظوا إنه الهيلبينج فيرب هون برضو إجاني من عشية الفيرب to have بشكل الهاد، والمين فيرب برضو في هاي الجملة إجتني من نفس العشيرة وبرضو بنفس الشكل اللي هي عبارة عن شكل الهاد. طبعا الزمن الموجود عندي هون على فكرة كان عبارة عن past perfect اللي هو الماضي التام، اللي هو البدل على حدوث الماضي الماضي، يعني هو أقدم ماضي، يعني البدل على حدوث فعل حدث واكتمل قبل اكتمال فعل آخر تاني في الماضي، وهذا حناخده بالتفصيل بس نخوض الأزمنة. فهذا لازم يتكون من helping verb اللي هو الهاد، ولازم يتكون من main verb بالتصريف الأخير، لكن صدفوا أنه هذول الجزئين للفعل يجوني من هاي العشيرة بشكل هاد هاد. إذا لاحظتوا هاي العشيرة ممكن إنها تيجيني main verbs زي has و had و have و had هون عندي، وممكن تيجي برضو وظيفتها helping verb زي الجزء الأولاني في الجملة الرابعة. إذا هاي العشيرة بتلعب دورين main verb و helping verb حسب الكرايتيريان أو حسب الستاندرد اللي أنا علمتكم عليه واعتمدناه. بطلع ورا إذا إجت إذا إجا أي عضو من هاي العشيرة إجا وراها فعل تاني إذا لعب دور helping verb زي هذا المثال had. أما إذا كانت آخر جزء بالفعل معناتها لعبة دور المين فيرب زي الأمثلة الثلاثة الأولى أو اللي هو الجزء الأخير في المثال الرابع. نيجي على اللي هو the following example. The Spencers who live in the next block are having a party right now. طبعا عائلة Spencers اللي بيعيشوا في الحي اللي بجنبنا أو المربع اللي جنبنا عندهم حفلة الآن. طبعا the verb of the sentence الفعل كامل تبع الجملة هو are having، شايفين أنا حاط عليه underlying، يعني كل الverbs تبعون الجمل حاط عليها underlying، ولكن لأن حطيتها باللون الأحمر هي فقط عشرة الverb to have، لأني أنا بدي أركز فقط على أشكال عشرة الverb to have. إذا أنا the verb altogether is are having، ولكن أنا بدي أركز على having لأنه أنا بدي أركز على عشرة الverb to have، هي شكل من أشكال وبنت من بنات عشرة الverb to have. طبعا كونها آخر جزء بالفعل إذا وظيفتها برضو هنا اللي هو main verb، لكن إجا بشكل ال having لأنه المساعدات زي ال are وال is وال am وال was وال where بشترطوا ing على اللي ورا، فبس إحنا أخذنا الفعل اللي ورا من هاي العشيرة اضطرنا ناخد الشكل اللي فيه ing اللي هو عبارة عن ال having، لكن الزمن هون عبارة عن present continuous فهذا الزمن تخصص فعل يحدث الآن، فاختصينا في هذا الزمن، وهذا الزمن اشترط شكل معين الverb اللي هو المساعدات is are am، وهذول بيشترطوا الاي ان جي على الفعل الرئيسي اللي وراهم، لكن صدف ان الفعل الرئيسي اللي هو المين فيرب اللي وراهم اجاني من عشيره الverb to have فاخذت شكل ال having. طيب اوكي، had you done your chore before you left the office؟ had you done، لاحظوا طلابنا انه بالامثله السابقه كلها كانت تنتهي ب periods of full stops صح؟ فعشان هيك هذول كانوا عبارة عن statements أو كانوا عبارة عن sentences. فعشان هيك أنتوا إذا بتلاحظوا نسترجع اللي حكيناه في المحاضرة السابقة، لازم هاي statements أو sentences تتألف أو تتكون من components معينة وبترتيب معين. لازم تبدأ بإشي اسمه subject بعدين يجي following verb، ولا لا أو anything following the verb لازم يكون إشي اسمه complement. فمونا subject has the verb، the rest is the complement, your beautiful eyes. نفس الشيء my friend's subject had the verb and the rest will be a complement, يعني a plastic surgery for her nose last year هذا كله complement. We have exams twice a semester. We, this is the subject, have, this is the verb, exams twice a semester. All this phrase is what is a complement. The same for the following one. Khalid is the subject, had is the verb, a promotion three times before till now here, this is the complement طلابنا. شايفين؟ إذا كونوا أنا أنهي جملي كلها بضات أو بperiods معناها أنا بتعامل مع statements أو sentences ولا لا، وهاي إلها تركيبة معينة لازم تتكون من subject و verb و complement وإلها ترتيب معين، إنها تبدأ subject بعدين يجي الverb بعدين أي إشي وراها الverb يسمى الcomplement. لكن لاحظوا على هذا الexample في عنا question mark ولا لا؟ الquestion mark يدل إنه هاي التركيبة اللي عندي ما إلها
علاقة بالستيتمنت أو السنتنس. معناها ما رح ألاقي أنا الترتيب اللي إحنا تعودنا عليه subject verb complement، حلاقي تركيب مختلف totally different. حلاقي ترتيب مثلا حتلاقي الverb بعدين يجي subject وليس العكس. ليه؟ لأني أنا هون ما بتعامل مع statement أو مع sentence، بتعامل مع question. كيف ميزت؟ من punctuation mark، إنه إجاني question mark. فعشان هيك إحنا هون ما بلشنا بالsubject. طبعا هذا الحكي حناخده فيما بعد بالتفصيل شو هو الترتيب ومكونات الكويشنز، ولكن انا حبيت الفت انتباهك لهذا الحكي انه افرجيكم قديش البانكتويشن مارك مهم، very important in answering the questions for the exam especially in English 101 skills. لازم تنتبهوا على هذا الحكي. فطبيعي اني انا ابدا بverb وليس subject لانه انا هلا ما بتعامل مع statement or sentence. طيب what about the verb in this sentence؟ شو هو الإنجاز اللي حدث في هاي التركيبة بهذا الستركتشر اللي هو عبارة عن الكويشن؟ الإنجاز هو عبارة عن had مع done، اللي هو الإنجاز had مع done. هذا كله عبارة عن the verb of the question أو the verb of this structure اللي هو عبارة عن had with done. طبعا had this is a helping verb. Why it's a helping verb my students? Why؟ ليه؟ لأنه هذا سميته helping verb. ليه؟ لأنه بس طلعت وراء لقيت في فعل تاني وراء اللي هو عبارة عن الضم، وبالتالي هذا الجوب تبعه عبارة عن helping verb. ولكن بغض النظر حتى لو أنه helping verb بس من أي family إجا؟ إجا من عشيرة الverb to have. إذن هاي العشيرة بتلعب دور برضو أنها تكون helping verb حسب موقعها وحسب أنه بيجي وراها فعل أو أنها بتيجي آخر جزء بالفعل حتى تكون main. أما بالنسبة لضم هو عبارة عن الجزء الثاني والأخير من الverb، هذا وظيفته عبارة عن main verb، ولكن هذا main verb ما إجاني من هاي العشيرة، إجاني من عشيرة أخرى حنتحدث عنها فيما بعد. فأنا عملت عليه underlining لأنه هذا جزء رئيسي من الفعل، هذا main verb of the verb، ولكن أنا عملت الأحمر فقط من عشيرة الverb to have. أوكي، إذا لاحظتوا أنا هون لحد هون عم بتعاملت مع positive أو affirmative sentences، الجمل عادية مثبتة ولا لا؟ هون عرضت لكم الـ questions، هلأ هون بدي أعرض أنا الـ negative sentence. بس طلابنا الـ negative sentence بغض النظر هي بالنهاية statement، يعني هي بالنهاية عبارة عن جملة. يعني negative statement ولا positive statement بالنهاية عبارة عن statement، صح؟ يعني هي بالنهاية عبارة عن sentence بغض النظر هي affirmative sentence ولا negative sentence. عشان هيك دائما بالنهاية حتلاقي الـ punctuation mark تبعها هو عبارة عن full stop، وحتلاقي عندها تركيبة محددة اللي هو starting with the subject، بعدين يجيك الverb، بعدين anything following، هذا كله يسمى الcomplement بغض النظر هو positive ولا negative. بس فرقت انه الpositive الverb تبعه كله ما بيكون فيه اداة النفي not، لكن اذا كانت الجملة negative بده يكون الverb تبعي فيه negation tool not. فأجي على الverb، الإنجاز تبعها اللي وجد في هاي الجملة هو haven't seen. إذن haven't seen as a whole this is the verb of the sentence، ولكن بتكون من two parts، في عندي haven't وفي عندي seen. أجي على haven't، since a haven't is followed by another verb لأنه إجي وراء فعل تاني، إذن as a job and as a function this function is a helping verb. إذن لأنه إجي وراء فعل تاني إذن وظيفته هذا الجزء الأولاني هذا هي وظيفته helping verb، لكن the family of this verb لكن عشيرته لهذا الجزء من الverb كان من عشيرة الverb to have. هلأ بغض النظر كان have or haven't يعني مثبت ولا منفي، كشكل شكلا هو have بالنهاية، يعني شكلا هو من هاي العشيرة. إذا برضو هون إجاني هاي العشيرة إجتني وظيفتها helping verb، بينما seen اللي هو the last unit of the verb هاي وظيفتها main verb، لكن هاي من عشيرة أخرى لسه حنأخذها فيما بعد. واضح؟ إذا لاحظتوا انه اعطتكم هاي العشيره، اعطتكم اياها haven't هاي helping verb، اعطتكم اياها had هاي helping verb، صح؟ اعطتكم اياها برضو هنا had برضو هاي helping verb، بينما اعطتكم اياها برضو has or had or have or had or having هاي كلها main verbs. اذا هاي العشيره بغض النظر عن بناتها واشكال بناتها واشكال اعضاء كل اعضائها وكل اشكالها بتيجي في الجمل وبيجي وظائفهم يا helping يا main verb حسب الكرايتيريا او الستاندرد اللي علمكم تعتمدوا عليه تحكموا على الوظيفه. اوكي، let's deal with the last example concerning this family. The students in the chemistry class haven't had their quiz yet. طبعا هون عندي أنا the students in the chemistry class، هذا كله عبارة عن the subject of the sentence، ولكن the type of the subject is
A noun, a phrase. هذا كله عبارة عن الفاعل تبع جملتي، لكن نوعيته عبارة عن noun, a phrase، شبه جملة اسمية، لأنه ما تكون فقط من المين noun، الاسم الرئيسي اللي هو students، تكون من هذا المين noun بالإضافة للأكسسوارز اللي إجت معه عشان تحدده بالزيادة، اللي هو طلاب صف الكيمياء اللي موجودين في حصة الكيمياء in the chemistry class. والإنجاز تبعهم اللي هو haven't had، وما تبقى the requisite، هذا عبارة عن الكومبلمنت. طيب أجي على الverb. حكينا إنه the verb is having had، هذا عبارة عن one، هذا كله عبارة عن the verb، لكن تكون من two units اللي هو haven't و had. هلا أول unit اللي هي haven't، المعيار الوحيد اللي بعتمد عليها تأحكم على الوظيفة على الجوب إني أطلع وراها، فبس طلعت وراها لقيت في فعل تاني وراها بغض النظر عن ماهية هذا الفعل. هلا هذا لأنه أجي وراها فعل تاني، إذا وظيفته كان اللي هو helping verb، بينما الجزء الثاني لأنه آخر جزء ما إجا وراء فعل ثاني كان main verb. لكن الحلو في جملتي إنه هذا helping verb وهذا main verb اثنيناتهم إجوا من نفس العشيرة اللي هي عشيرة verb to have بغض النظر عن أشكالهم. واضح؟ طبعا هنا الزمن عندي أنا present perfect مضارع تام، والمضارع التام جزء من استخداماته أو استخدام من استخداماته أنه يتحدث عن فعل يعني جديد أو أثاره جديدة. واضح؟ فعشان هيك إنه اضطرينا نستخدم هذا الزمان، وهذا الزمان حدد أشكال معينة إنه لازم يستخدم كهيلبينج فيرب والهاز والهاف، ويفرضوا التجريد الأخير، لا سوري مش التجريد الأخير، إنه يكون الفعل اللي وراه من المين فيرب بالتصريف الأخير. فعشان هيك حطينا هنا الهاز أو الهاف، وحطينا الفعل اللي وراه بالتصريف الأخير. لكن الهازنت والهافنت اللي هم الهيلبينج فيربس كانوا من عشرة الفيرب تو هاف، والتصريف الأخير اللي هو الهاد برضو كان من عشرة الفيرب تو هاف، فأخذ شكل الهاد. هذا الحكي كأزمنة وكتصريف فيما بعد حناخدها، برجع بأكد لكم على الفكرة. أنا هلأ مش عم بناقش لا أزمنة ولا شكل الفعل في الأزمنة، أنا عم بناقش عن العشيرة نفسها، إنه عشان أثبت لكم إنه هاي العشيرة بغض النظر إجت مع positive sentences ولا مع negative sentences ولا إجت مع questions، ما بيهمني هذا الحكي، بيهمني إنه هاي العشيرة لها أربع أشكال مختلفة، وهاي الأشكال بإمكانها تكون main verb، بإمكانها تكون helping verb حسب البوزيشن تبعها في الجملة، إذا إجا وراها فعل تاني أو إجت آخر جزء بالفعل. إذن هاي هي the first main family of the verbs. Now let's deal with the second category of verbs which is verb to do. نتعامل مع العشيرة الثانية اللي هي عبارة عن عشيرة الverb to do. عشيرة الverb to do في إلها اللي هي خمس أشكال وخمس أعضاء وخمس بنات. لهي هاي العشيرة بإمكانها تكون عبارة عن do، بإمكانها تكون عبارة عن does طبعا، وبإمكانها تكون عبارة عن did، بإمكانها تكون عبارة عن doing، وفي لها شكل خامس اللي هو done. طبعا اللي بتحكم في شكل هاي العشيرة أو ببنت هاي العشيرة أو اللي بختار من بناتها اللي هي الأزمنة طلابنا. يعني إذا كنت أتعامل مع المضارع البسيط حسب، يعني مثلا كنت أتحدث عن fact، كنت أتحدث عن إشي فيه state ثبات، في إشي في stability ثبات، في إشي يدل على إشي permanent دائم، بضطر أستخدم مضارع بسيط. تحدثت عن إشي اللي هو something happened and finished in the past، اكتمل حدوثه بالماضي وانتهى، هذا بستخدم simple past. مثلا بدي أتحدث عن إشي عم بيحدث اللي هو now or around now، هذا بضطر أستخدم present continuous. بتحدث عن إشي فيه trend اللي هو changing continuously، برضو بستخدم present continuous. بتحدث مثلا في كتير كتير استخدامات، يعني بس هدفك إنك تفهم إنه هو الزمن، الزمن حسب الاستخدام الموجود في الجملة هو اللي بختار الزمن، والزمن هو بختار شكل البنت من العشيرة اللي أنا بدي أوظف فيها الفعل. واضح؟ فمثلاً do does أشكال مضارعة، did أشكال ماضية، doing أشكال فيها continue يعني continuity، يعني فيها لها علاقة بالcontinuous. الضم هذا عبارة عن تصريف أخير، بس بالنهاية هي أشكال مختلفة لنفس العشيرة، بإمكانهم يجوا main verb وبإمكانهم يجوا برضو helping verb زي ما تعاملنا مع عشرة الverb to have حسب موقعهم في الجملة. يعني مثلاً the maid does the house chores daily. طبعا the verb is does، ولأنه عبارة عن one unit وما في any following verb، فبالتالي هذا الverb اللي هو does كان عبارة عن main verb، إجاني من عشية الverb to do بشكل it does. نفس الشيء we do yoga on Saturdays. Do this is the verb of the sentence، ولأنه ما في وراء فعل تاني هذا main verb كوظيفة، ومن عشية الverb to do وبشكل it do. طبعا هدول جملتين مضارع بسيط، لأنه هدول بيدلوا على إشي فيه repetition، فهذا تخصص المضارع البسيط، والمضارع البسيط بفضل هاي الأشكال من هاي العشيرة إذا اضطرنا فعلا أن نوظف الفعل من هاي العشيرة اللي هي عشيرة الverb to do.
طلابنا هاي كوليج ستودنتس، هاي المفروض اني كملتها انا ولكن ما كملتها، فشطبت انا تكملتها بس نسيت اشطب الجزء الاول منها، فاعذروني على هذا الشيء، فانتم ما تنتبهوا على كوليج ستودنتس. هاي اصلا عباره عن نون فريش، شبه جمله اسميه، هاي مش عباره عن سنتنس، لانه السنتنس لازم يكون فيها سبجكت وفيرب، فاعذروني هاي بالغلط بقيت معي، المفروض اني انا شطبتها كليا. أنتقل على اللي وراها. The Smiths did memorial ceremonies for their daughter. طبعاً عن عائلة سميث أنا بحكي. طبعاً هاي this is the subject، هذا نوع عبارة عن noun. Did this is the verb اللي هو الإنجاز، يعني عملوا شيء معين. و the rest هذا كله ما تبقى عبارة عن اللي هو compliment. أنا بدي أركز على ال verb. The verb here is only one unit، عشان هيك الفانكشن تبعه كان عبارة عن main verb لأنه ما إجا وراه فعل تاني. وهذا الفعل اللي هو المين فيرب اجانا من عشيرة الفيرب تو دو، طبعا اخترنا شكل الديد لانه الاستخدام الموجود في الجملة يدل على اشي انتهى واكتمل حدوثه، فتخصص بالماضي البسيط، ولانه احنا حبينا نستخدم هذا الفعل من هاي العشيرة فالماضي البسيط اختار هاي البنت من هاي العشيرة اللي هي الديد، ما ناسبه الدو ولا ناسبه الضز من هاي العشيرة، وما ناسبه لا الدوينج ولا الضن، ما ناسبه الا الديد من هاي العشيرة. طب نيجي ننتقل على اللي وراه. طبعا لهلا till now all the different shapes of this category all play the same role and the same function which is a main verb. لحد هلا عم نتعامل مع أمثلة من هاي العشيرة لكن صدفت معنا إنه كلها عبارة عن main verbs إجتنا، لكن هذا لا يعني إنه هاي العشيرة فقط تلعب دور المين verb، بإمكانها تلعب برضو helping verb. So let's deal with the rest of the examples. My kid's school is doing an apple day tomorrow. My kid's school, this is the subject, is doing, this is the whole verb of the sentence. طبعا تكون من جزئين، عندنا الجزء الاولاني is وعندنا الجزء الثاني doing. طبعا عامله انا عليهم underlining لانه هذا الverb كله، ولكن is اللي هو الجزء الاولاني من الverb لانه اجى وراه فعل ثاني، this is helping verb طلابنا، بس انا ما عملته باللون الاحمر لاني ال is مش من هاي العشيره، مش من بنات ولا اشكال هاي العشيره، هاي من عشيره اخرى حنتحدث عنها فيما بعد، ولكن انا عم بعمل الاحمر فقط اللي هي اشكال مختلفه وبنات هاي العشيره. ف doing هو عباره عن اخر جزء بالفعل ما اجى وراه فعل ثاني، فهذا وظيفته main verb لكن اجى من هاي العشيره اللي هي عشيره ال verb to do. فاخذنا البنت doing منها او شكل ال doing لانه ال is وال are وال am حتى ال was وال were بيشترطوا ال ing، فما بزبط ولا أي بنت من هاي العشيرة إلا doing. شايفين؟ إذا إحنا غطينا شكل does والdo والdid والdoing، خلينا نخوض شكل done. I have already done my homework. طبعا the verb is have done. This is the verb of the sentence. Have done. هذا الفعل تبع الجملة بتكون من جزئين have and done. طبعا already this is an adverb. يعني هذا عبارة عن ظرف. وهذا الظرف تخصص هذا الزمن اللي هو المضارع التام. اللي استخدم الهاز مع الهاب بالإضافة لفعل آخر بالتصريف الأخير. طبعا هاي النوعية من الظروف اللي هي الادفيرب تيجي دائما قبل المين فيرب. هذا الحكي حناخده بالتفصيل بس نوصل على البريزنت بيرفكت لأنه داخل معكم في مهارات المية واحد. إذن I have already done. Have done this is the verb of the sentence. يتكون من الجزء الأولاني اللي هو helping verb have. طبعا من أي عشيرة؟ من العشيرة السابقة اللي تحدثنا عنها اللي هي عشيرة الverb to have بشكل have. لكن أنا بدي أركز على الجزء الأخير اللي هو الجزء الثاني والأخير من الverb اللي هو done. This is a main verb برضه ولكن إجاني من عشيرة الverb to do بشكل done. لأنه الhas والhave as helping verbs بشترطوا التصريف الأخير للفعل، ولأنه الفعل إجاني من هاي العشيرة فاضطرينا أن نختار البنت done لأنه ما بتناسب معه للhas والhave أي شكل من هدول الأشكال الأربعة الموجودين في هاي العشيرة، إذن فقط تناسبه الdone. Okay. Did you do exercises for your backbone as recommended؟ هل أنت مارست التمارين للعمود الفقري زي ما هو كان موصى؟ يعني زي ما هو كانوا موصينك أو مطلوب. طبعا لاحظوا طلابنا في هنا a question mark. Since you have a question mark so you're not dealing with a statement or a sentence. أنت مش عم تتعامل مع statement ولا بتتعامل أنت مع sentence، عشان هيك ما رح تلاقي تركيبة subject verb، ما رح نبدأ بsubject وverb، حنبدأ بتركيبة أخرى مختلفة اللي هو الverb بعدين subject اللي هي تركيبة السؤال اللي حنشرحها بالتفصيل فيما بعد. فإذا الverb هو عبارة عن did مع do اللي هو الإنجاز الموجود في السؤال، هو عبارة عن did do هذا كله verb، لكن did اللي هو عبارة عن
helping verb كوظيفة لأنه إجي وراء فعل تاني، بينما do هذا المين verb لأنه هذا آخر جزء وما إجي وراء فعل تاني. الحلو في هذا التركيبة أو بهذا المثال إنه it did as a helping verb or do as a main verb، اثنيناتهم هذول الجزئين تبعون الفعل إجوا من عشيرة الverb to do. طبعا did بشكل did و do بشكل do من هاي العشيرة. شايفين إنه هاي العشيرة بإمكانها تكون main verb وبرضه بإمكانها إنها تكون helping verb حسب الموقع، حسب إجا وراها فعل ولا ما إجا وراها فعل تاني. Okay, and the last one. As for this family, we don't do assignments in this course. طبعا عندنا اللي هو the verb اللي هو don't do. Don't do. طبعا هذا الverb طلابنا هذا عبارة عن فعل منفي وليس فعل مثبت لأنه دخلت النيجيشن تول أداة النفي اللي هو not. لكن هذا الحكي ما بيهمني، يعني كان فعل مثبت ولا فعل منفي ما بيهمني. بالنهاية أنا بتعامل مع sentence وليس مع question، بتعامل مع statement وليس مع question، لأنه بالنهاية في عندي a period وبالتالي لازم أبدأ أنا بسubject اللي هي we، بعدين عندي الverb اللي هو don't do، بعدين عندي ما تبقى هذا كله الcompliment. هلا as for the verb، بالنسبة للverb اللي هو عبارة عن don't do تكون من two parts. Don't اللي هو الجزء الأولاني حتى لو كان منفي مش مهم، هذا عبارة عن الجزء الأولاني، ولأنه إجا وراه فعل تاني كوظيفة بعتبر وظيفته helping verb. والجزء الثاني والأخير اللي ما إجا وراه أي فعل تاني اللي هو do، هذا وظيفته اللي هو main verb. ولكن هون بالمثال تبعنا إجا helping verb والmain verb تبعون الverb نفسه كلهم اثنيناتهم من عشرة الverb to do. طبعا لاحظوا طلابنا don't هون لأنه هذا وظيفته helping verb قدرت أنفيها، شايفين؟ فحطت محل not لأنها helping verb. شايفين هون كمان did؟ did هون لأنها helping verb سألت فيها، واضح؟ لكن شوفوا مثلا هون does، does هون وظيفتها main verb، هل أنا بقدر مثلا إني أمسكها أنفيها؟ لا. هل أنا بقدر أمسكها أسأل فيها؟ لا، لأن وظيفتها main verb. وبالمحاضرة السابقة نبهنا إنه main verb ممنوع تمسكه لا تنفي ولا تسأل فيه، يعني ممنوع بكرة بامتحاننا لأنه جاي أسئلة تماما على هذا الحكي. This maid أو the maid doesn't the house chores daily، هذا completely wrong، totally wrong. ما هذا غلط، ما بصير أحكي doesn't the house chores daily. هل بصير أنا أسأل أحكي does the maid the house chores daily؟ برضو غلط، ممنوع أقرب عليه لا أنفي ولا أسأل فيه لأنه هذا main verb. طب شو الحل؟ الحل فيما بعد حناخذه هذا بالتفصيل، لكن أنا هنا عم بستعرض أشكال هاي العشيرة وبنات هاي العشيرة باختلاف بناتها وباختلاف أشكالها، ولاحظنا أنه بإمكانها تكون main verb وبإمكانها تكون helping verb حسب position. نيجي على العشيرة الثالثة الرئيسية للأفعال اللي هي عشيرة الverb to be. عشيرة الverb to be طبعا عشيرة الverb to be هي أكبر عشيرة من الأفعال موجودة عندنا لأن إلها بنات كتير، يعني عشيرة الverb to have كان إلها أربع بنات وأربع أشكال، عشيرة الverb to do كان إلها خمس بنات وخمس أشكال، بينما عشيرة الverb to be كبيرة إلها أكتر. شوفوا شو إلها، إلها is وآر وآم بالشكل المضارع، في إلها was where بالشكل الماضي، إلها be بالشكل الانفينيتيف أو البيس المجردة، فيها been بشكل اللي هو past participle اللي هو آخر تصريف للفعل، وفي عنا being بشكل present participle، يعني إذا اضطرنا نحط معها ing لأهداف معينة وأزمن معينة حسب السياق وحسب الاستخدام فبدنا ناخذ شكل اسمه being. هذا كله عبارة عن بنات وأشكال هاي العشيرة. وطلابنا أنا من هلأ عم بحكي لكم هاي العشيرة بسميها الملوك the kings. طبعا ما ينطبق عليها ما رح ينطبق على العشائر الثانية اللي احنا اتحدثنا عليها سابقا واللي حنتحدث عليها فيما بعد. طبعا هذا الحكي حنشرحه وحنوضحه فيما بعد، ليه سميتها الملوك، ليه بسميها the kings، ليه بسميها عراسها ريشة، ليه مثلا اللي بنطبق عليها ما ينطبق على غيرها واللي بنطبق على غيرها لا ينطبق عليها. هذا الحكي حتعرفوه وتميزوه فيما بعد، وبرضه هذا جزء رئيسي من مهارات الميوة. لكن أنا دائما بحب أعطي تيبس، بحب أعطي هنتس بسيطة قبل ما أخوض الإشي فيما بعد عشان أقولكم تتذكروا بس حكينا هذا الحكي. فبس من هلأ افهموا إنه هاي العشيرة بسميها الملوك the kings. ليش؟ مش مهم هلأ نفهم ليه. هلأ نشوف هاي البنات هاي العشيرة نعمل عليها اللي هي أمثلة أو نمثلها في الجمل. طبعا نفس الشيء طلابنا، هاي الأشكال المختلفة لهاي العشيرة بإمكانها تكون main verb إذا إجت آخر جزء بالفعل تعتبر main verb كوظيفة، وإذا إجا وراها فعل تاني تعتبر helping verb كوظيفة، واضح؟ يعني مثلا هون بس أحكي I am a lecturer at Albert University،
شايفين I am a lecturer. Am, this is the verb of the sentence. ولأنه ما إجا وراء فعل تاني إجت لوحده هذا وظيفته main verb. لكن من أي عشيرة؟ أكيد بش من عشيرة الverb to have، لأنه إحنا استعرضنا أشكال عشيرة الverb to have، هذا بش من أي شكل من أشكال عشيرة الverb to have، ولا هو من العشيرة التانية اللي استعرضناه اللي عشيرة الverb to do، لأنه إحنا استعرضنا كل أشكال بنات عشيرة الverb to do. هذا من أشكال عشيرة وبنات عشيرة الverb to be بشكل لكن هون لعب وظيفة الverb، إيش شو لعب وظيفته اللي هو المين فيرب فعل رئيسي. طبعا طلابنا انتبهوا على هاي العشيرة، انتبهوا على أشكالها، احفظوها، هاي اسمها عشيرة الverb to be. Number two. Uma was absent yesterday. طبعا الفعل هو عبارة عن was. This is the verb. هذا لأنه إجا لوحده ما إجا وراء فعل تاني وظيفته main verb فعل رئيسي، لكن إجاني بش من عشيرة الverb to have ولا من verb to do. It's from this family of verbs which is verb to be. إجاني من عشيرة الverb to be بشكل ال was، لأن الجملة تتحدث عن الماضي فاخترت شكل ال was. طيب history books are on the right shelf. طبعا الverb is are. This is the verb and in the same time it's a main verb. برضو بنفس الوقت وظيفته كانت main verb لأنه ما إجا وراء فعل تاني ومن عشيرة الverb to be بس بشكل الآر. إذا في عندنا شكل الآم والواز والآر كلها أشكال مختلفة لنفس العشيرة. طبعا لحد هون أنا بتعامل معهم main verbs. These junior physicians will be residential doctors by the end of this year. The verb of the sentence here is will be. الفعل هو عبارة عن will be. شايفين؟ هاي في عنا underline verb. هايو محطوط عليها خط. لكن يتكون من جزئين. الجزء الأولاني اللي هو عبارة عن ال will. ولأنه إجا وراء فعل تاني اللي هو ال be. إذن هذا وظيفته helping verb. هاي من عشيرة طلابنا أنا ما كتبت لكم إياها ولا حستعرضها اليوم في محاضرتي. هاي من عشيرة اسمها عشيرة خامسة، هي حقيقة تسمى المودلز. عشيرة المودلز، عشيرة المودلز أكيد بتعرفوها اللي الويل والود والكان والكود والشل والشد والمي والمايت والأوتو. طبعا في كتير غيرهم كمان بس هدول أكتر إشي إحنا نتناولهم في 101 اللي هم مرة تانية أنا بحكيها الكان والكود والشل والشد والمي والمايت، وعنا اللي هي الماست، وفي عنا الأوتو. هدول أكتر إشي اللي منركز عليهم as models. أنا ما كتبت لكم إياهم ولكن هدول اسمهم models لأن أنا مفترض أنكم تعرفوهم. وهدول أصلا models ما بيجوا إلا helping verbs، لأن ما بيجوا main verbs، ما بيجوا أفعال رئيسية قائمين بحد ذاتهم كمعنى رئيسي إلهم. فهدول دائما أصلا لازم يجوا وراهم فعل تاني. يعني مثلا ما بحكي I can لحالها، I can in the sea. I can what؟ لازم تحكي I can dive in the sea. I can ski on the sea مثلا، صح ولا؟ I can swim in the sea. فالكان لحالها كفعل مش مكتملة المعنى، لازم يجي وراها فعل تاني يكمل معناها. هي تدل على الاستطاعة صحيح ولكن غير مكتملة المعنى، تلزمها فعل تاني يكمل معناها. فعشان هيك هدول الكان والويل هدول models. هدول models هاي عشيرة من عشائر الأفعال، هي العشيرة الخامسة اللي أنا ما كتبت لكم إياها في محاضرتنا اليوم، ولكن هاي العشيرة دائما بتيجي helping verb، مستحيل إنها تيجي main verbs. طيب أنتقل على الجزء الثاني من الفعل وهو الأخير لأنه ما في إشي وراه اللي هو البي. هذا عبارة عن main verb وإجاني من عشيرة الverb to be وإجاني بشكل البي. إجاني بشكل البي لأنه الhelping verbs اللي إجا قبلي اللي من عشيرة المودل سواء will ولا can ولا would ولا could ولا shall ولا should ولا may ولا might ولا must ولا ought to، هدول كل المودلز كلهم بيلعبوا نفس الدور. هدول دائما بيجوا helping verbs ودائما بيشترطوا ان الفعل وراهم يجي base او infinitive، يجي مجرد اللي هو verb one without any additions. فكوني انا مضطرة اني استخدم الفعل اللي وراهم من عشية الverb to be وبدي اياها infinitive مجردة، فانا ما بزبط معي لا ال is وال are وال am لانه هدول بش مجردات، ولا was were لانهم بش مجردات، ولا been و being لانه هدول بش مجردات. فاخذت فقط بنت اللي هي be كوني انا مضطرة لهاي العشيرة، فصار عندي الفعل will be.
واضح؟ إذا be هي عبارة عن main verb من عشيرة الverb to be، من عشيرة الverb to be. أما ال will من عشيرة خمسة أنا ما كتبتها اسمها models، هاي دائما helping verb مستحيل تلعب دور المين verb. يعني مثلا من زي عشيرة الverb to have، عشيرة الverb to have تيجي main verb تيجي helping verb، عشيرة الverb to do تيجي main verb تيجي helping verb، عشيرة الverb to be حتيجي main verb و helping verb. حتى العشيرة الرابعة اللي سميناها ordinary اللي حكيها هلا كمان شوي برضو فيها ميزة معينة بعدين نحكيها، بس انتبهوا. يعني أنا قصدي أوضح لكم أن المودلز هاي فقط تلعب دور واحد اللي هي helping verb، بس زي العشائر الثلاثة اللي تحدثنا عنهم، مش زي عشيرة الverb to have، ولا زي عشيرة الverb to do، ولا زي عشيرة الverb to be. هدول العشائر الثلاثة بيجوا helping وبيجوا main verbs بيجوا، ولكن المودلز زي الwill والwould والcan والcould هاي العشيرة ما بتلعب إلا دور واحد كوظيفة للفعل، فقط helping verb تشترط أن يجي وراها فعل تاني يكون مجرد. أنتقل على she has been in the library since 2 o'clock. طبعا the verb is has been. الجزء الأول has، طبعا هذا وظيفته helping verb. هلا أنتوا أكيد صرتوا فاهمين ليش سميناه helping verb، ليش لعب دور helping verb. طبعا هذا من العشر الأولى تحدث عنها اللي هي عشرة verb to have، وعندنا been لأنه آخر جزء بالفعل هذا main verb، لكن إجانا من عشيرة verb to be، برضو إجاني هنا main verb. لحد هلا أنا عم بتعامل مع main verbs من هاي العشيرة، واضح؟ طبعا اخترت شكل البين لانه الهاز والهاف والهاد بس يجوا helping verbs، بس يلعبوا دور الhelping verbs لازم يشترطوا ان وراهم يكون تصريف اخير parts participle، فعشان هيك اخترنا فقط شكل البين اللي هو البين بقراه، واضح؟ The following one the poem has been being composed for 3 months. طبعا has been being composed هو الإنجاز الموجود عندي في الجملة اللي هو عبارة عن الverb كامل، لكن هذا الverb تكون من 4 أجزاء و4 كلمات. طيب composed اللي هو الجزء الأخير من الفعل ما إجا وراء فعل ثاني، هذا اللي هو المين verb الفعل الرئيسي، هذا من العشيرة الرابعة اللي حنتحدث عليها، يعني حنتحدث عنها كمان شوي، اسمها ordinary verbs الأفعال العادية اللي أنتوا بتعرفوها زي eat زي drink زي jump، يعني لا هي verb to have ولا هي verb to be ولا هي verb to do ولا هي حتى اللي هو الماضل زي الويل والود. هاي عشيرة حناخدها كمان شوي. أجي على الأفعال اللي قبليها، أبدأ بهاز. هاز إجا وراء فعل تاني اللي هو البين، إذا هذا أول helping verb طبعا من عشيرة الverb to have اللي أخذناها قبل قليل. been برضو هذا عبارة عن إيش؟ وظيفته helping verb لأنه إجا وراء فعل تاني اللي هو being، لكن هذا الhelping verb اللي هو عبارة عن helping verb to، هذا second helping verb اللي هو الفعل المساعد الثاني، هذا من عشيرة الverb to be. شايفين؟ إذا هاي العشيرة مش بس إنها بتلعب دور المين verbs زي الجمل السابقة اللي أخذناها من نفس هاي العشيرة، برضو بإمكانها تلعب helping verb إذا إجا وراء فعل تاني حسب موقعها وحسب المعيار اللي إحنا اعتمدناه ودرسناه. نيجي على البينج، طبعا البينج كونه إجا وراها فعل تاني اللي هو الكمبوز برضه لعبة دور الهيلبينج فيرب، إذا هذا هيلبينج فيرب 3، إذا هذا الفعل المساعد الثالث لأنه هذا الفعل فيه 3 أفعال مساعدة، has اللي هو هيلبينج فيرب 1، been هيلبينج فيرب 2، being اللي هو هيلبينج فيرب 3، لكن إجاني من عشيرة مين؟ من عشيرة الفيرب تو بي بشكل البينج. إذا هذا مثال عشان أفرجيكوا إنه البين والبينج، هلا بغض النظر هو بين ولا بينج ولا إز ولا آر مش مهم، يعني بغض النظر عن شكل وبنت هاي العشيرة، بس أنا حبيت أعطيكم أمثلة عشان أفرجيكم إنه هاي العشيرة بغض النظر عن بناتها بإمكانها تكون مين فيربس وبإمكانها تكون هيلبينج فيربس. يعني شوفوا هون بين كانت مين فيرب، بينما هون بين شو كانت هيلبينج فيرب. شو اللي اختلف؟ الموقع. هون موقعها إجت آخر جزء بالفعل ما إجا وراها فعل تاني، هذا المعيار اللي أنا علمتكم عليه، فإذا هون مين فيرب، بينما هون إجا وراها فعل تاني ما اجت اخر جزء بالفعل، اذا هي هنا helping verb، واضح؟ طب ليه اخترنا هنا شكل البين؟ لانه الهاز والهاف كمساعدات بيشترطوا التصريف الاخير، فاخترنا بنت البين. طب ليه اخترت هنا شكل البينج؟ لانه البين بس تيجي helping verb كونه من هاي العشيره بتشترط انه ing يجي وراها زي الايز زي الار زي الواز زي الام زي الوير، فاذا اخترت شكل البينج. هذا الاشي ما بهمكم، بهمكم انكم تفهموا انه هاي العشيره لها عده اشكال مختلفه وبتيجي helping verb أو main verb فقط حسب الموقع، هذا اللي بيهمني لحد هون. إذا لحد هلا صرنا مغطين شكل الآم والواز والوير، وغطينا البي والبن والبينج، يعني تقريبا مغطين معظم أشكال هاي العشيرة. طب نيجي على اللي وراها، are they doing a barbecue in the backyard now؟ طبعا هون في عندك question mark مش period زي الجمل اللي قبل،
فالجمل الأول لأنه كان عندي full stop، هذول كانوا كلهم statements أو كانوا كلهم عبارة عن sentences، يعني إلهم تركيبة subject verb. لكن هنا في عندي question mark، إذا هذا عبارة عن question وليس statement or sentence، إله تركيبة مختلفة، ما رح يبدأ subject verb، حيبدأ verb subject. طبعا the verb here in the question will be are doing، هذا الverb اللي أنا حط عليه underlining، يتكون من جزئين. الجزء الأول هو عبارة عن are، هذا helping verb لأنه إجا وراء فعل تاني حسب موقعه، ما إجاش الجزء الأخير من الverb، وبالتالي هذا helping verb لكن من عشيرة الverb to be. أما doing لأنها آخر جزء بالفعل، إذا هاي عبارة عن main verb لكن إجتني من عشيرة الverb to do، اللي هي العشيرة الثانية اللي تحدثنا عنها، بس لأنها مش من عشيرة الverb to be ما حطيتها باللون الأحمر. أنتقل على اللي وراها. The chief manager isn't available in his office right now. طبعا هون لازم يكون في space، فراغ بين office وبين right now، بس يعني في خطأ هون لازم يكون space. طيب the chief manager isn't available in his office right now. طبعا الverb هو عبارة عن isn't، هذا عبارة عن الverb وعبارة عن كلمة واحدة وما اجى وراء فعل تاني لعب دور المين verb. طبعا هذا المين verb من عشيرة الverb to be، بس أنا هون بدي أوضح لكم، شايفين هون إجا وظيفته main verb صح؟ ومع ذلك طلابنا شو عملت؟ أنا نفيته، مع إنه أنا بهاي المحاضرة والمحاضرة السابقة كنت أركز لكم على فكرة إنه جدا ضروري إنك تميز الفعل كوظيفة، هل هو وظيفته في الامتحان إجاك main verb أو helping verb؟ لأنه إذا إجا main verb ممنوع تنفيه وممنوع تسأل فيه، بينما هون إجاني main verb لكن نفيته. ليه طلابنا؟ لأنه قبل شوي أنا استفتحت هاي العشيرة بفكرة إنه هاي العشيرة اللي هي عشيرة الverb to be اسمها ملوك، the kings، عراسها ريشة، يعني كل اللي بنطبق على كل العائلات التانية اللي غير عشيرة الverb to be كله ينطبق عليهم نفس الشيء، وتنطبق عليهم القاعدة العامة إنه إذا كانوا main verbs ممنوع أنفيهم وممنوع أسأل فيهم، لكن عشيرة الverb to be بدي أستثنيها من كل عشائر الأفعال، عشان هيك سمتها الملوك لعراسها ريشة، يعني القاعدة العامة اللي تنطبق على كل العشائر ما رح تنطبق عليها. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي إنه هاي العشيرة حتى لو إجت main verb هي نفسها بنفيها وهي نفسها بسأل فيها، فقط هون أنا بعمل exception for the general rule. هون أنا فقط في هاي الحالة، فقط بهاي العشيرة اللي هي عشيرة الملوك اللي هي عشيرة الverb to be، فقط بشد عن القاعدة وبستثنيها عن باقي العشائر وباقي القواعد اللي بطبقها على العشائر. يعني هون صح إجت main verb، وللأسف إني أنا نفيتها لأنه ما ينطبق عليها ما بنطبق على العشائر الثانية اللي إحنا بنعرفها. عشان هيك قلت لكم تذكروا إني أنا بسميها ملوك وعراسها ريشة، وهذا الحكي حناخده بالتفصيل فيما بعد. بينما أنا العشائر الثانية إذا إجوا main verbs ممنوع تقرب عليهم، لا تنفي ولا تسأل. Okay. The chief manager isn't having a meeting now. طبعاً the verb هون عندي isn't having جزئين. Isn't هون تكون helping verb ومن عشيرة الverb to be. طبعاً بغض النظر مثبت أو منفي مش مهم، المهم إنها من نفس هاي العشيرة اللي هي عشيرة الverb to be وإجت وظيفتها هون helping verb. طبعاً isn't بالجملة اللي قبليها نفس الفعل، تصوروا أنا تعمدت أحط لكم نفس الفعل، بس هنا إجت main verb بينما هون شو إجت helping verb، بس لأنه من عشيرة الverb to be من عشيرة الملوك، هاي العشيرة قلنا قبل شوي على راسها ريشة، يعني في إلها استثناء للقاعدة، يعني سواء إجت main verb ولا إجت helping verb بقدر أنفيها على الجهتين. having هذا main verb من عشيرة الverb to have اللي هي العشيرة الأولى اللي أخذناها. إذا هنا أنا استعرضت لكم برضو جمل positive أو affirmative اللي هي الجمل المثبتة، استعرضت لكم الجمل المنفية negative sentences، واستعرضت لكم the questions، واستعرضت لكم كل أشكال هاي العشيرة بالmain verb والhelping verb. أنتقل على العشيرة الأخيرة الرابعة الرئيسية اللي هي الordinary verbs، وهي أسهل عشيرة عندنا. إيش هي الordinary verbs طلابنا؟ هو عبارة عن الفعل العادي the common verbs the daily verbs اللي هي الأفعال إنه العادية اللي احنا نعرفها، يأكل، يشرب، لعب، نام، شرب، كتب، درس، يتزلج، مثلا اللي هي drink، eat، ski، surf، buy، sell، think، بغض النظر عن تصريفه، يعني سواء حكيت sell
ولا sold بالماضي اثنيناتهم من نفس العشر اللي الordinary verbs. سواء حكيت عن write ولا wrote ولا written، يعني سواء حطيت مضارع ولا ماضي ولا التصريف الأخير، بالنهاية كفعل من أي عشيرة من عشيرة الordinary verbs. إذا الفعل طلابنا، if the verb is not from verb to have or it's not from verb to be or it's not from verb to do, so it will be from the last family of verbs which is the ordinary verbs. إذا بطلع الفعل طلابنا، إذا هالفعل ما كان من عشيرة الverb to have ولا من عشيرة الverb to do ولا من عشيرة الverb to be، معناها حاصل تحصيل حيكون فقط من العشيرة الأخيرة الرابعة اللي اسمها ordinary verbs، بغض النظر عن زمن ومضارع والماضي والمجرد ولا تصريف أخير ولا بالآي إن جي، ما بهمني الديريفيشن تبعه ولا بهمني زمنه، أنا بهمني كشكل من أي عشيرة. فبغض النظر عندك eat or eats or ate or eating or eaten، كل هذا كverb يعتبر من أي عشيرة، له verb to have ولا to do ولا verb to be، إذن هو من العشيرة الأخيرة اللي هي ordinary verbs. طلابنا الordinary verbs بتكون تنتبهوا انه هاي العشيرة بالجمل ما بتلعب الا دور واحد كوظيفة للأفعال، يعني ما بتلعب الا دور المين verb، مستحيل ابدا ولا باي طريقة من الطرق تيجي helping verb ابدا. يعني مثلا بس اجي احط الفعل eat، الفعل eat اذا بدي اوظفه من هاي العشيرة كeat كفعل في الجملة لازم يكون اخر جزء بالفعل ويكون عبارة عن main verb، ممنوع يجي وراه فعل تاني لأنه هاي العشيرة قوية جدا وأفعالها قائمة بحد ذاتها كمعنى لا تستلزم أن يجي وراها فعل تاني. واضح؟ يعني مثلا المقصود من هذا الحكي أنه verb to have مثلا لعبت دور verb to be، سوري عشيرة verb to have لعبت وظيفتين، بإمكانها تكون helping verb وإمكانها تكون main verb، صح؟ نفس الشيء عشيرة verb to do helping verb بصير إيش؟ main verb. نفس الشيء عشيرة verb to be يا helping يا main verb حسب موقعها، صح؟ ولكن ordinary verbs ما في إلها وظيفتين، إلها وظيفة واحدة فقط اللي هي main verbs، تكون آخر جزء بالفعل. ما بقدر أحكي مثلا I can eat swim in the sea، ما بزبط هذا الحكي، ما بزبط يجي فعلين، يعني ما بزبط يجي فعل تاني ورا هاي العشيرة أبدا. واضح؟ إذن إلها فقط اللي هو وظيفة واحدة اللي هي المين verbs بغض النظر عن تصريفها وزمنها. مثلاً البيت University has been conducting several online sessions for the employees so far. طبعاً الverb of the sentence كله عبارة عن has been conducting، تكون من ثلاث أجزاء. في عندي helping verb 1 من عشرة الverb to have اللي هو has، عندي helping verb 2 اللي هو من عشرة الverb to be اللي هو been، وعندي اللي هو the last unit of the verb اللي هو conducting. طبعا هذا له من عشرة الverb to do ولا verb to be ولا verb to have، هذا من العشيرة الأخيرة إذا الordinary verbs اللي هي الأفعال العادية، هذا فقط ما بيجي إلا main verb، مستحيل برضو يجي وراء فعل تاني، مستحيل. واضح؟ هلا حكينا conducting conducted conduct conducts conducted، ما بهمني أنا شو تصريفه، بالنهاية كعشيرة إجاني من هاي العشيرة اللي هي الordinary verbs. واضح؟ بس لأنه في عندي أنا been قبلي اللي هي من عشرة الverb to be، هاي العشرة دائما إذا إجت helping verb بيجي وراها ing، خاصة في الجمل الأكتف مبني للمعلوم، فعشان هيك حطينا له ing. لكن بالنهاية بغض النظر regardless of the derivation of the verb or the tense of the verb, this verb as a category is from the ordinary verbs. نيجي على اللي هو the last example on this family. The gallery assistant gave me a hot offer on his couch 2 days ago. Sorry, on this couch 2 days ago. الفعل هو gave. واضح؟ هذا اللي هو the verb of the sentence. ولأنه إجا لوحده ما إجا فعل تاني وراء، إذن هذا عبارة عن main verb. من أي عشيرة؟ إيش يعني من عشيرة ordinary verbs؟ وأصلاً هاي العشيرة لازم تكون main verb، لازم بغض النظر إجت لوحدها زي gave ولا إجت محا أفعال مساعدة تانيات، مش مهم، المهم إن لازم تكون آخر جزء بالفعل عشان تلعب دور المين verb. واضح؟ بغض النظر كان gave أو gives أو giving، بغض النظر هي من عشيرة ordinary verbs. واضح؟ إذن ها هي آخر عشيرة رئيسية للأفعال، هي العشيرة الرابعة اللي هي الordinary verbs. وقلنا لكم قبل شوي إنه في عنا عشيرة خامسة اللي اسمها المودلز اللي هي الكان والكود والشال والشود، هاي بتلعب نفس دور الordinary verbs ولكن إنها بتلعب وظيفة واحدة، يعني تتشابه مع الordinary verbs إنها تلعب فقط وظيفة واحدة، ولكن عكس الordinary verbs إنه هي ما بتلعب المين verb، تلعب دور الhelping verb. واضح؟ إذن هيك إحنا بصير عنا خمس عشائر، أربع منهم أنا أعطتكم examples كافية عليها وناقشناهم هلأ، اللي هي عشيرة verb to have, verb to do or the ordinary verbs و verb to be، وفي عشيرة خامسة أنا حكيتها حكي ما كتبت لكم إياها اللي هي عشيرة models. طلابنا عشيرة verb to have تلعب دورين،
main verb و helping verb. عشرة ال verb to do بتلعب دورين، لها وظيفتين main verb و helping verb. عشرة ال verb to be برضو لها وظيفتين، يا main verb يا helping verb حسب المعيار اللي علمتكم عليه. اطلع ورا، إذا إجت آخر جزء بالفعل كposition كموقع إذا هي main verb، إجا وراها فعل تاني إذا هي helping verb. بينما العشرة الرابعة اللي هي الordinary verbs لازم تيجي آخر جزء بالفعل أو تيجي لوحدها، يعني بالنهاية هي آخر جزء بالفعل، إذا هي main verb لأنها ما بتلعب دور الhelping verb. وعندنا العشرة الخامسة اللي أنا ما كتبت لكم إياها اللي هي الmodal verbs اللي هي will والwould والcan والcould والshall والshould والmay والmight والmust والought to. هذول بيلعبوا فقط وظيفة واحدة اللي هي الhelping verb، لأنه إجباري لازم يجي وراهم فعل تاني تيكمل معناهم ويكون مجرد. واضح؟ إذا هيك هي هذول هم العشائر الرئيسية للأفعال. أنهيت، حبيت أنهي هاي المحاضرة إنه أفرجيكو شو عملت أنا. اخترت فيرب طلابنا، اخترت فيرب اخترته من عشيرة معينة، يعني مثلا هون حسب الإكزامبلز، according to the examples here I chose a verb from the last category of verbs which is the ordinary verbs but I used it in different shapes in different shapes from the same family of verbs from the same category of verbs to show you that the tenses are those which control the member and the shape of the fair of the verb of the same family or from the same category of verbs. يعني أنا حبيت أنهي محاضرة اليوم إنه شو عملت؟ اخترت فعل أنا حسب الأمثلة اللي عندنا. إذا لاحظتوا أنا اخترت فعل من عشيرة واحدة فقط اللي هي عشيرة الـ ordinary verbs. أنا اخترت فعل مين؟ الـ go، ولكن اخترته بأشكال مختلفة من نفس العشيرة. اخترته مرة go، مرة went، مرة going، مرة gone. طب ليه؟ طب النهاية هذا كله من نفس العشيرة، لكن اخترته بأشكال مختلفة عشان أفرجيكو. طب شو اللي خلاها أني أختاره بأشكال مختلفة؟ ليه حطيت هنا go؟ لأنه جملة هون مضارع بسيط I often go. طب ليه اخترته هون went؟ لأنه هون الجملة simple past، ماضي بسيط. ليه اخترته هون going؟ لأنه جملة present continuous، فاضطريت أختار المساعدات اللي هو is والare والam، واضطريت أحط go بالing، صار going. ليه اخترته هنا gone؟ لأن الجملة بالمضارع الثاني present perfect، فاستخدمت المساعدات has و have، وهدول بشترطوا أنه الفعل اللي وراهم يكون تصريف أخير، فاخترت الجن عشان أفرجيك أنه الأزمنة التنسز، يعني سواء simple present ولا simple past ولا present continuous ولا present perfect ولا غيرها، هي اللي بتتحكم بشكل الفعل من نفس العشيرة. والأزمنة هي المهارات الرئيسية لا الإنجليزي 101 طلابنا، هي عبارة عن الميجر grammatical skills in English 101. واضح؟ فهذا الحكي حناخد tenses، يعني tense by tense، وحندرس اليوسز تبعون كل tense أو specialities of each tense، يعني حندرس تخصص كل زمن شو هو، حناخد أشكاله، حنطبقه على كل العشائر اللي أخذناها، وحنطبقه بالmain verb والhelping verb، ونعمل negative أو positive، ونعمل questions على كل زمن. فحبيت بس إني أختم لكم هذا الحكي، لأنه هذا الإشي اللي حنبدأ فيه مفروض محاضرتنا القادمة. واضح طلابنا؟ إذن إحنا هيك بنكون أنهينا الـ introductory lectures before we start with the English 101 skills. قبل ما نبدأ المهارات 101 الحقيقية، أنا هيك أنهيت المقدمة المفروض إنه أعطناكم إياها وبلشنا فيها عشان تدركوها، عشان تعرفوا تبنوا عليها مهارات القواعدية لـ 101. إذا أهم إشي أنا بلشت بالستيتمنت أو السنتنس اللي لازم تنتهي بفول ستوب، ولازم يكون لها تركيبة معينة اللي هي subject وverb وcomplement. وقلنا إنه الستيتمنت أو السنتنس ممكن تكون positive ممكن تكون negative، بس ما في فرق أبدا، إلا إنه البوزيتيف ما بيكون في الverb نفسه negation to not، بينما البوزيتيف بينما النيجاتيف بيكون مع الhelping verb بيكون في negation to not. درسنا الجوبز اوف ذا فيرب وحكينا في له تو جوبز اللي هو الهيلبينج فيرب اور مين فيرب حسب البوزيشن وحسب اللوكيشن اوف ذا فيرب ان ا سنتنس، وقلنا فيش عندنا فقط ستاندرد واحد اعتمد عليه عشان احكم على الوظيفه. واخذنا الفور اور فايف actually five major families of the verb، واخذنا العائلات الخمس الرئيسيه للافعال اللي verb to have verb to do والverb to be والordinary verbs والmodals، وتعرفنا على اشكال الافعال من كل عشيره.
وميزتلكوا انه ثلاث عشائر منهم بصير helping verb بصير main verb، بينما الordinary verbs وظيفة واحدة بتلعب اللي هي main verb، والmodals وظيفة واحدة بتلعب فقط اللي هي helping verb. وختمت انا المحاضرات التهيئة لكم بانه الأزمنة هي اللي بتتحكم بأشكال نفس العشيرة، لانه هاي اللي بدنا نبدأ فيها المهارات القواعدية الرئيسية عندنا في الإنجليزي 101. ويعطيكوا ألف عافية طلابنا، الروح للمية واحد إنكم تميزوا وظائف الفعل، تميزوا وظائف الفعل، ميزوا وظائف الفعل main verb helping verb. وهذا مش حفظ، هذا فهم، لأنه ما بتقدر تحكم على وظيفة الفعل إلا من موقع، لأنه نفس الفعل بإمكانه helping verb يكون، ونفس الفعل بإمكانه يلعب دور main verb. الإشي الوحيد اللي ميزه إنه helping ولا main موقعه، فيرضى عليكم انتبهوا على هذا الحكي. ويعطيكم ألف عافية.